حقيقة so why you are not making money with Blender. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سوف نشرح أهم 5 أسباب قد تمنعك من الربح من بلندر. هذا الكلام سيري طبعا على جميع البرامج الأخرى سواء كان في شوب أو أي برنامج جرافيك آخر. أول سبب because you are an artist not an businessman. السبب أنك ما درستش تسويق، من السبب أنك ما درستش ماركتينج، السبب أنك ما عندكش أدوات أو أسس principle of marketing. إن شاء الله أحاول يكون في كورس مفصل على الماركتينج من الأساسيات أو من على الأقل المفترض يكون عندك أساسيات ديجيتال ماركتينج، إزاي تعمل تسويق من خلال شبكات التواصل الاجتماعي سواء كان فيسبوك أو تويتر أو يوتيوب، إزاي تنشئ محتوى دعائي أو برومو فيديو، إزاي تكتب سكريبت أو إزاي تبيع أو تسيل يور سيرفيسز. تاني سبب because you want to be hired. السبب انك بتبحث عن وظيفة كأي وظيفة أخرى. الربح من بلندر أوف تشوب لا يقتصر فقط أننا بنبحث على وظيفة وليكن جرافيك ديزاينر، ولكن ممكن لو عندك مهارات انك تبيع جيم اسيت، تبيع 3 دي مودلز، ممكن تستخدم يور سكيلز انك تقوم بانشاء كورس او محتوى تعليمي، ممكن تنشئ فيديو لو عندك سكيلز انك تنشئ انيميتد برودكت. السبب الثالث واهم سبب يو ار انفيزبل اونلاين، انك مالكش ظهور على الانترنت، بمعنى انك مالكش ظهور، ما فيش ويب سايت، ما فيش قناه على اليوتيوب، ما فيش صفحه على الفيسبوك، ما فيش واجهه رسميه ليك بحيث الكلاينت يقدر يدخل يشوف سابقه الاعمال او البورتفوليو. طبعا البهانس ودريبل وموقع زي الارت ستيشن قد يكون بدايه، ولكن الافضل الجزء الاحترافي ان يكون في قناه على اليوتيوب او ويب سايت، او طبعا شرط يكون في صفحه بزنس بيج على الفيسبوك، ده طبعا هيكون واجهه رسميه ليك، وطبعا حاول انك تفصلها عن الاكونت الشخصي، يكون ليك براند او ستايل يميزك عن الاخرون. السبب الرابع يو ار فوكسنج اون ذا تول، لانك بتركز على الاداه. السبب الرابع يو ار فوكسنج اون ذا تول، حقيقه الاهم من الاداه، الاهم من التول هو الارت. الكل تقريبا بيقدر يستخدم الادوات او يقدر يستخدم التولز او السوفت ويرز، ولكن الاهم من الاداه هو الكونسبت او اللي هو بيهايند الايديا بيهايند ذا ديزاين. مثلا نتكلم عن احد مهارات التسويق وهو الاب سيلينج. لو ذهبنا الى احد المتاجر زي احد اشهر المتاجر سواء كان اي باي او امازون، نجد انه بيستخدم تقنيه ان بيحاول يبيع لك اكبر عدد ممكن. لازم تعرف هذه التقنيه، هي احد من احد اهم ادوات الماركتنج في التسويق، زي الماركتنج فانل، بمعنى انك وليكن ان عميل طلب منك انك تنشئ فيديو دعائي وليكن 30 ثانيه والتكلفه كانت وليكن 200 دولار، هتحاول تعرض عليه انه تقول له هضيف فويس اوفر بتكلفه معينه كذا، تعرض عليه انك تضيف مؤثرات فيجوال افكتس او ليكويد سيميليشن او فلويد سيميليشن او ان كان المؤثرات تضيفها، انت بتحاول تعلي الريليز، اكيد اسمه اب سيلينج فاكتور.